عمري ما فهمت اللوجيك ان انا هدفع تلتين بادجت الفيلم اجور وبعدين هصرف على الفيلم ايه بقى بعد كده؟ ما كل ده بيأثر على الكواليتي. مظبوط طبعا. مظبوط. انا شايفه ان الكورونا كانت عظيمه انها عملت هزه جامده جدا في المفاهيم بتاعه الانتاج. يعني الدنيا ما كانتش ماشيه، كان في ازمه قبل ازمه الكورونا وازمه كبيره جدا في الانتاج. الافلام الكبيره دي بتقدر تجيب البادجت بتاعها، يعني احنا لازم نتكلم كمان نسبه وتناسب بادجت وايراد. يعني ممكن فيلم كلف 12 مليون وجاب 15 مليون، او فيلم كلف مليون وجاب 5، فيعني برضو في نسبه وتناسب طبعا في البادجت وفي الايراد. فيمكن دي دلوقتي لازم فعلا القعده اللي احنا عاملينها دي اعتقد انها عظيمه جدا عشان نتناقش طب الدنيا احنا هنكمل ازاي او هننتج ازاي او المشاريع يعني يمكن فتره الكورونا دي خدت كانت كويسه عشان زي ما حضرتك قلت انه في وقت اكتر لتطوير المشاريع وان احنا نفكر في المواضيع ونشوف التركيبه الانتاجيه دي هتمشي ازاي. نحضر زي العالم والناس، ناخد وقتنا ونقعد نحضر كويس. انا شايفه كمان ان الكورونا خلت الناس تبص ان الصناعه دي في ناس تاكل عيش من وراها كتير كتير كتير، فاتحه بيوت ناس ولازم تكمل ولازم تدعم. انا شايف المشكله الحقيقيه هي بسبب الكورونا. احنا دلوقتي عندنا يمكن 40 فيلم في مصر بشكل عام ما بين انتهى تصويره وقرب ينتهي وما بين فيلم جاهز للعرض. الازمه الحقيقيه او اللي محتاجه ان احنا نتكاتف ونفكر ازاي هنرجع نعرض الافلام دي في مواعيد مظبوطه، ازاي هنقدر نحصل فلوسها بشكل مظبوط سواء من جوه مصر ومن بره مصر، ازاي هننسق مواعيد عرض مع الافلام الامريكاني، ازاي هناخد فرص عرض حقيقيه زي ما كنا مرتبين مواعيد عرض الافلام قبل ازمه الكورونا طبقا لمواعيد عرض عالميه. هننزل في البلد دي في التاريخ الفلاني، هننزل بعد الفيلم الكبير الفلاني. فالنهارده التحدي الحقيقي ان عشان نرجع نشتغل مره ثانيه وعجله الانتاج تدور بشكل صحيح هو ان احنا نلاقي مواعيد عرض حقيقيه للافلام وان احنا نتكاتف ننزل افلامنا بنظام معين، مين ينزل ثم بعد كذا اسبوع مين ينزل وراه ثم يحصل تنسيق عشان في نفس الوقت نقدر نرجع الفلوس دي مره ثانيه ونبدا ننتج مره ثانيه من جديد. دي اكبر ازمه بتواجهنا دلوقتي. يعني كل اللي بنتكلم فيه ازمات صناعه السينما بشكل عام، ولكن في ازمه دلوقتي حالا ازاي هنطلع من ده، ازاي هنقدر لو في مصر 40 فيلم يتعرضوا بشكل مظبوط وياخدوا فرصه عرض حقيقي.